صباحك الله بالخير ناجي، وبالفرقة الجميلة الموجودة معك في المساحة الخارجية. لقاعدة مردوم ولا فرنجبية يا ناجي؟ لقاعدة هجوري. هجوري. طبعا. هجوري عندهم، هجوري وكسوك. الليلة دي ثقافة سودانية شعبية يا عمار، فاتتك من هنا، لكن إن شاء الله يتلعب. إن شاء الله رب. إن شاء الله. أشكرك. شكرا. شكرا. ما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام عبر صباحات سودان لهذا الصباح، والحديث حول الثقافة السودانية والفنون الشعبية. أسعد جدا بالترحيب بضيف داخل الأستوديو الدكتور عبد الباقي حسن فيرين، الناشط الثقافي والمهتم بالتراث والثقافة السودانية. مرحبا بك، صباح النور. كاتب ابني طارق. مرحبا بك عمار. عمار طارق البحر كان معي قبل شوي. اسف. لو بقى ابنك طارق تبقى اخوي صديق وحبيبي. صح. تمام دكتور، يعني بدايه الحديث حول الثقافه السودانيه زي ما قلنا بيحتاج لمساحات كبيره جدا، لكن دارين نلقي اضاءات مختلفه فيما يخص الموضوع. رغم اهتمامك بتراث ثقافه قبائل جنوب كردفان وتحديدا جبال النوبه، خلينا كده ننظر للقبائل دي من نظره ثقافيه. شنو ابرز المكونات اللي بتساهم فيها فيما يخص الثقافه السودانيه والتراث السوداني؟ قبل ما نجي نعمل المقاربات بين ثقافة جبال النوبة والثقافات السودانية ونعمل مكون ثقافي للسودانيين، نحن ندي لمحة تاريخية أو خلفية عن الثقافات في جبال النوبة أو ثقافة النوبة بصفة خاصة. هنالك 10 مجموعات من الناحية اللغوية و63 قبيلة للنوبة. هذه العشر مجموعات اللغوية لكل قبيلة لغتها وثقافتها ومكونها وتاريخها ووعيها الثقافي وهويتها. من ناحية جمعية هم بيشكلوا المكون بتاع النوبة في جنوب كردفان جبال النوبة، والناس ديل ثقافتهم ممتدة إلى الدولة الكوشية الأولى نحو 3000 سنة قبل الميلاد. هذه هي الجذور التاريخية لثقافة النوبة في جنوب كردفان وفي شمال السودان وفي بقية النوبة. طبعا ناحية يعني معرفية، أي زول أسود في أفريقيا هو نوبة من النوبة حسب تعريف المؤرخين الإغريق. ولكن دولة كوشية هي التي صنعت الثقافة السودانية الآن لكل السودانيين الموجودين الآن في الخارطة الثقافية السودان وحتى جنوب السودان، كانوا اسمهم الأسيبين. النوبة في جبال النوبة ما زالوا محتفظين إلى حد كبير بلغاتهم بعاداتهم بتقاليدهم وأشياءهم الاجتماعية وحتى العرقية. في بعض الناس ما اختلطوا خالص، في بعض الناس اختلطوا إلى حد ما، ولكن يظلوا الوعي والثقافي من حيث الهوية ومن حيث المكونات الاجتماعية يعني خالطوا بهذه المكونات الآخرين الذين جاءوا إليهم. طيب دكتور، ده نسأل سؤال في الحتة دي مهم جدا، هل نحن معنيون بأنه نقدم ثقافات نزل لبعض ولا للخارج؟ في البداية نعرف نفسنا. أنت لو ما عرفت نفسك ما بتعرف ذاتك للآخر، وما بعرفك بجهلك. بجهلك. فبالتالي إحنا محتاجين نعرف نفسنا كسودانيين، نعرف نفسنا، نقبل أول حاجة، نقبل ببعض بما فينا من أشياء، وما نتأطر حول الذات. يعني مثلا النوبة في الجبال قال والله احنا الناس الاصيلين ونحن الناس القاعدين هنا والناس باقي ديل ما يهم، كلهم جايين من برا. الفكرة دي سيطرت على الناس بتخلق مشاكل. كذلك الاخرين الذين اتوا من الخارج واستوعبتهم الثقافة السودانية والبيئة السودانية وجعلت منهم هذا المكون السوداني الانيق والجميل والمميز عن كل الناس، اذا قال والله نحن دارين نخلي الناس كلهم يكونوا خلفيتهم خلفية خارجية، نحن نخلق المشاكل. وانا افتكر انه الحوار الذي تم ده جانب سياسي بحت ابني. الحوار تم في الحوار الوطني والعصر الذهني الذي تم، يعني الناس وصلوا الى الناس تقبل بعض ونكون السودان بتاعنا ونقبل بعض قبل ما نعرف نفسنا للاخرين. طيب في حديث برضو عن الوحده في التنوع، هل الوحدة في التنوع أم الوحدة في يعني إنه نتكاتف من أجل نقدم ثقافة واحدة؟ لا، الوحدة في التنوع. ما في حاجة يعني نسيج وحدة، ما في قبيلة نسيج وحدة، ما في شعب نسيج وحده. كل هذه الشعوب
يعني امسك امريكا مثلا، نضرب مثل بامريكا. امريكا الان امبارح يعني قدموا مثال طيب جدا جدا للدوله العميقه التي تقبل بشعبها وتقبل مكوناتها، وبالتالي تخاطب الاخرين باعتبارهم هم امريكان. التنوع ده في الامريكان من حيث الاصول، من حيث التاريخ، من حيث الثقافات، وهي الان تقبل الاخرين ولكن تأطرهم في الثقافه الامريكيه الواحده، وبالتالي تخاطب العالم وتسوس العالم وتعال توجه العالم وفق هذه الرؤيه. احنا كسودانيين مفروض احنا يكون عندنا يعني مكونات واضحه وظاهره وعندنا حدود ما نتخطاها. احنا يعني مختلفين نعبر عن اختلافنا ده وتنوعنا من خلال الاعتراف بالاخر، وليس ب ب ب, ب عزل الاخر او ابعاد الاخر. ونحن اذا اي واحد طلع سوداني الان طلع برا، الكلام اللي بيتقال وسطنا هنا ما بيقدر يقوله برا، لانه الناس برا شايفين شيء ثاني غير الشيء هو شايفه نفسه فيه. فبالتالي نحن نعترف بنفسنا بمكوناتنا الثقافيه الاجتماعيه والتاريخيه واشيائنا قبل ان نقول والله نحن دارين نوحد التراث بتاعنا والثقافه بتاعتنا ونسميها الثقافه السودانيه. ممكن الثقافه السودانيه الثقافه امشج ممكن تتوحد من خلال الحوار، حوار الثقافات السودانيه. كيف ممكن طيب تقدم في قالب واحد؟ يعني دائما لما نتكلم عن ثقافه سودانيه، لا والله السودان ده كبير جدا، صعب انك تدمجه في كتاب او تدمجه في حوار معين، لكن كيف ممكن تتوحد فيها تقالب؟ الان في معطيات. معظم السودانيين يتحدثون اللغه العربيه ويتواصلون باللغه العربيه ويتغنون باللغه العربيه ويعملون ويكسبون، وما بينها متشابهات. نعم، باللغه العربيه. هذا مكون صحيح. ما تقول والله انت يا زول تتكلم عربي ما انت عربي، كلام تدخلنا في مشاكل ثانيه. الناس زي نفس الناس بيتكلموا عربي، يشتغلوا بالعربي، بيغنوا بالعربي، عندهم لغاتهم الخاصه اللي بيتواصلوا بيها وبيكتبوها وبيألفوا بها وبيغنوا بها. ما حاول تبعد هذا العنصر من المكون ده. المكون العربي الموجود سواء كان ثقافه او عنصر، هنالك مكون غير عربي ومن الثقافه واللغات ايضا، يعني هي من مكونات الثقافه السودانيه والهويه السودانيه. فلازم نحن ناخذ الاثنين ديل مع بعض ونعرف نفسنا باعتبارنا هذه هي مكوناتنا نحن كسودانيين. صحيح. طيب في ناس ثانيين والله فيما يخص الثقافه السودانيه والفنون الشعبيه وما شابه، بيقول لك والله الجيل الان موجود حاليا ده ربما ابتعد شويه عن مكونات الثقافيه القديمه، المفروض تقبل جديده من فنون شعبيه، من رقصات، من تراث، حتى من لغات مختلفه في مناطق مختلفه من السودان. هل انتم يعني راعين للفكر والثقافه فيما يخص اللغات والتراث، شايفين انه والله الجيل ده ممكن لقدام تضيع منه الاشياء دي؟ هل في تخوف؟ صحيح، تخوف كبير، لانه نحن لا نخطط لثقافتنا، الاخرين يخططون لنا ونحن ننفذ. ونحن يجوا الاشاره اشرت لها اشاره ذكيه جدا وصحيحه في انه الشباب الان اصبح يفقد الاصاله بتاعته، يعني من خلال القنوات، من خلال وسائل التعليم الاخرى، ومن خلال وسائل الاعلام، من خلال وسائل الاتصال المختلفه، بياخذ الثقافات اللي احنا ما عايزينها هم ياخذوها. بالتالي بيتشكلوا بعيد من اجهزتنا، بعيد من ثقافاتنا، بعيد من مؤسساتنا التي المفروض يعني تربي وتنشئ النشأ الجديد على الاصاله. فبالتالي بعد شويه احنا يعني ابني انت من جيلك ده لقدام كده ثاني يعني زول حيغني لهم الحقيبه ما في، والغنى ما حيفهموه، الناس حيتكلموا يعني مثلا باللغات المحليه ما في، لانه الجيل الجديد ده اصبح يعني مجذوب الى الخارج اكثر من هم زي ما كانوا مجذوبين الى ثقافه الوسط. طيب انا طالما لكن الان هم مجذوبين لثقافه الخارج. انا طالما بمثل جيل زي ما انت ذكرت، والله نحن في تحدي معاكم، نحن ما بننسى قديمنا وننسى قديمه ته او ضل. نعم. انا دايرك تحيي لي اهلنا في جبال النوبه، وانتم النوبه نيمان ايتاتيا ياتيا. صباح الخير عليكم في كل مكان، نصبح عليهم في هذا الصباح من صباحات السودانية، وحيين بلغات لغات مختلفة أيضا. وبيئة ديل بيئة ديل ناس كادوغلي فنياغو و فنياغو وكينغا و عساكم طيبين وقنوا بطولة. جيتن جيتو.
حبابكو عشرة. حي كل المكون الثقافي والاجتماعي والعرقي والقبائلي في جنوب كردفان هم أهلي كلهم. نحن شاكرين لك جدا دكتور عبد الباقي حسن فيرين. وأنت قلت لي فيرين عندنا في جبال النوبة معناه زور الشفاف، وهي للفرد وللمفرد. نعم فير فير، يعني نقول في لغة النيمة نقول فير معناته يعني زي القزاز ده بيشوف البغادي. ونحن شفنا صراحة من خلال كلام كثير جدا من الثقافة والأشياء الجميلة جدا. أنا شاكر لك جدا من الصباح. تكرم إني على هذا الاستضافة، وأنا حي حقيقة القائمين على هذه القناة الفتية التي يعني استطاعنا أن تجعل بصمة بين القنوات الفضائية الجديدة، ولكن بصمة يعني مميزة. وأنا حقيقة أنتهز هذه الفرصة في أنه يعني أدعو السودانيين وحملة الثقافة السودانية الأصيلة وحملة الثقافة السودانية بمكوناتها المختلفة في أنهم ندعو إلى ثقافة وسطية، يعني غير متطرفة إلى أي جهة، إلى أي جهة جغرافية، إلى أي مكون قومي أو ثقافي أو عرقي آخر. إحنا دين كلنا نجي مع بعض نعرف بعض كسودانيين عشان نشيل سوداننا، والسودان محتاج لنا. أشكرك، ونحن برضو محتاجين لك صراحة معانا في إثراء الحس الوطني المختلف بالثقافات المختلفة. ندعوك لمتابعة الفقرة القادمة من الحديقة الخارجية مع الفنان المنصور. نتابعك.